خرج الآلاف من المتظاهرين في بيروت أمس السبت احتجاجاً على عجز الحكومة عن إيجاد حل لأزمة النفايات المنزلية التي تغرق فيها شوارع بيروت ومنطقة جبل لبنان منذ أسابيع. ولبى المتظاهرون دعوة حركة طلعت ريحتكم التي تضم ناشطين في المجتمع المدني، حيث تجمعوا في ساحة رياض الصلح قرب مبنى مجلس النواب وأطلقوا شعارات مناهضة للحكومة. كما اندلعت مواجهة عنيفة بين عناصر في قوى الأمن الداخلي والمتظاهرين المطالبين بإيجاد حل جذري لأزمة تراكم النفايات، ما أدى إلى تعرض 8 أشخاص للإصابة. ودعا المتظاهرون أيضا إلى استقالة وزير البيئة اللبناني محمد المشنوق، وحذروا من المخاطر الصحية التي يسببها تحلل هذه النفايات.